بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل المحاضرة الثانية من هيتروسايكليك with two هيترو أتمز، يعني المركبات اللي تكون عندنا هيتروسايكليك لكن تحتوي على جزيئتين أو أتوم، اثنين أتوم، نسميها بالأزول كومبوند. الأزول كومبوند راح تكون مشتقة لنا من بارتين اللي هي الأيزت الأص اللي هي معناها بريسنت أوف ذا نيتروجين، يعني وجود النيتروجين عندنا ثابت، وبارت نسميه أول اللي هو يكون تعبير عندنا عن الفايف انساتوريتد أروماتيك رينج، يعني حلقة خماسية غير مشبعة. تمام. ترينت أذس مايلر تو بيرول ثيوفين أند فيوران، راح تكون عندنا مشابهة نوعا ما دي المركبات اللي هي البيرول ثيوفين والفيوران، لكن راح تصير عندنا بعض الاستبدالات. الاستبدالات إنه وحدة من الكربونات راح نستبدلها، مثلا هذا المركب عندنا بهذا البوزيشن تم استبداله الكربون بالنيتروجين، راح نسميه بواحد وثلاثة دي أزول. احنا قلنا راح نسمي النيتروجين بالأزول والأكسجين بالأكسا والأس بالثايو. تمام. راح نسميه واحد وثلاثة بالديازول أو نسميه بالاسم الكومون نيم الأميدازول. بحالة عندنا أكسجين ونيتروجين راح تاخذ الأكسجين رقم واحد، إن راح نقول واحد وثلاثة أوكسازول. الأوكسا تدل على الأكسجين والزول تدل عندنا على النيتروجين. راح نجي على هذا المركب واحد وثلاثة ثايازول اللي معناه عندنا إنه بموقع واحد عندنا الأس الثايا والزول بموقع ثلاثة، نسميه بالثايازول. Type 2 replacement of the carbon atom in two positions. يعني راح نجي يصير عندنا الاستبدال بالموقع رقم 2 by the nitrogen atom. يعني بحالة عندي هنا هذا النيتروجين وهنا نيتروجين، راح نقول واحد واثنين ديازول، يعني اثنين من الأزول، أو الاسم الكومون نيم البارازول بيرازول. بحالة عندي أكسجين ونيتروجين، هنا الحلقة الأساسية عندنا اللي هي الأوكسازول. تمام. راح نقول واحد موقع واحد صار عندنا أوكسا، موقع رقم اثنين عندنا الأزول اللي هو النيتروجين، هنا ثايازول، يعني واحد واثنين ثايازول، أو راح نحفظ الأسماء الكمان نيم هنا إيزو أوكسازول وإيزو ثايازول. وأيضا من نجيب حلقة سداسية نربطها بحلقة خماسية، أيضا شو راح تكون عندنا؟ راح تكون عندنا مركبات مثل هنا بنزاميدازول، البنزو بنزو أكسازول والبنزو ثيازول. يعني فقط نجي نشوف الحلقة هاي شنو، هاي عندنا مثل دا هذا أميدازول وارتبط ببنزين فنقول بنزيميدازول، هنا أنا عندنا حلقة بنزين وأكسازول فبنز أكسازول، حلقة بنزين ومرتبطة بالثيازول فنقول بنزو ثيازول. نجي هسه على الأمثلة أو البايو أكتيفز، يعني الأمثلة الحيوية اللي تكون عند الإنسان، اللي هو مثل عندنا الفيتامين بي، الاسم الثيامين، السياماتيدين إن هي أنواع من العلاجات، والأرثو مثيل هافوفرويدين. هذه المركبات الفيتامين بي أو الثيامين is essential carbohydrate metabolism deficiency lead to the peripheral. يعني بحالة هبوط فيتامين بي راح تسبب لنا مرض اسمه البيريبيري. disease is characterized by the nerve، يعني راح تسبب لنا هذه أو أمراض تكون عندنا بالأعصاب وبالهيرت بالقلب والبلبراين، الأبنورماليتس والتهابات تكون عندنا غير طبيعية بالدماغ، هذا النقص في فيتامين بي. تمام. نجي على الأرثوباثيل، هذا العلاج راح يقول بلانت دريفيتيف الكالويد، يعني من المشتقات النباتات اللي تحتوي على الكالويد. السياماتيدين اللي هو راح يكون عندنا H2 ريسبتر اجنوسيس ريديوس اسيد سكريشن اوف ذا ستومك، شنو الفائده مالته؟ راح يقلل ان الحامضيه او افراز الاحماض بالمعده. ان تريت ذا بيبتيك يوكلار اند هيرت بيرن، راح يعالج انه راح يعالج انه حرقه مات المعده، يعني بسبب افراز زياده الافراز الحامض مات المعده، وايضا البيبتيك يوكلار والتقرحات يصير عندنا بالمعده اللي هو علاج السياما تيدين.
طبعا هاي علاجات رسمية اللي يتم استخدامها بصيدلية. نحن عندنا هاي شنو، عندنا الأمثلة اللي عن الواحد وثلاثة أزول. شنو نحفظ هنا؟ نحفظ الاسم ميرابيكس، أستا فيوبرين، نوردفير، وأيضا عندنا هنا الكوزار. هاي أنواع من العلاجات اللي شنو على نوع هذه الأزولات. نجي هسه على هذه الثانيسيس أو التكوين مالت الواحد والثلاثة أزول، شلون أجي أصنعه؟ التصنيع مالته راح يكون عندنا بهذا الشكل. نجي راح نجيب هذا الجزء، هذا المركب، هذا المركب وهذا المركب. شنو اللي راح يصير عندنا؟ إنه هاي ال H2 راح تجي وترتبط مع الأكسجين، ترتبط معه، ارتبطت معه. تجي هذه الأس ترتبط مع من؟ مع هذه الكربونة، تمام؟ صار هذا الارتباط بيناتهم. بعدين شنو راح يصير عندنا؟ اللي صار عندنا إنه هذه النيتروج الأكسجينة راح تأخذ من هاي النيتروجينة هيدروجينة وحدة، أخذت منها فراحت راحت وارتبطت وحدها بهذه الكربونة، بينما هذه النيتروجينة بقت مرتبطة بهيدروجينة بالكربونة الثانية بهذا الشكل يصير عندنا، تمام؟ فبعدين ايش راح يصير عندنا؟ ناقص H عملية إزالة الهيدروجين، فهذه الهيدروجين راح تخرج، راح تخرج عندنا بهذا الشكل. بعدين شنو راح نخرج؟ الـ OH، خرجنا الـ OH، فراح تتكون عندنا عصرة مزدوجة في هذا الموقع التوزيع للتخلص من النقص اللي صار عندنا بالروابط أو بالإلكترونات. شو اسم هاي الطريقة؟ الهانزستاينسيس أو 3+2، تمام؟ هاي طريقة جدا مهمة إنه نحفظها. واحد وثلاثة أزول ثاينسيس المرة بالسايكلودي هيدريشن، بعملية شنو؟ عملية الإزالة، إزالة الحلقية للهيدروجين من الحلقات عن طريق هذا المركب اللي عندنا اللي هو ألفا أسيل أمينو كاربونيل كامبون. جبنا هذا المركب، شنو راح يصير عندنا؟ راح تجينا ذرة من الهيدروجين ترتبط في هذه الأكسجينة، تبطت معاه بهذا الشكل. شنو راح يصير عندنا؟ اللي راح يصير عندنا إنه هذه الكربونة الموجودة بهذا الموقع راح ترتبط بشكل مباشر هنا وياما، راح ترتبط بشكل مباشر مع هذه الأكسجينة، فيتكون هنا عندنا مركب الماء. منين راح يتركب عندنا؟ انه هذه النيتروجينة راح تخطط هي وهاي الأكسجينة حتى يخرجون هذا البارت. شلون يخرجوا؟ فهذه النيتروجين قالت انا راح انطيه هيدروجينة حتى يصير ماء، حتى احنا نقدر نخرجه بسهولة، فتكون عندنا الماء. راح تخرج هذه المركب مالت الماء، عملية ازالة الماء راح يزيل هذا الهيدروجينات ما تخرجهم، راح يضطر هنا هاي الكربونتين خسرت ارتباط منها، هاي الكربونة خسرت هاي الهيدروجينات مالتها، فتضطر تكون عصرة مزدوجة. هاي الطريقة سميها بير روبنسون روبنسون جابريال ثاينسيس. اما في حال نجيب هذا المركب اللي هو ايزو سيونيداز، نجيب هذا المركب حتى نحضر بالاخير الواحد وثلاثة أزول، راح نجيب هذا المركب. اللي راح يصير عندنا انه راح يفقد هذه عند الإشارة السالبة راح يفقدها، يعني راح يجيب الكتروناته ويرتبط بها مع هذه الكربونة، ارتبط معها بهذا الشكل، تمام؟ طبعا بوجود هاي العوامل المساعدة. اللي راح يصير عندنا بعد ذلك انه هذه الكربونة راح تخلي عصرة مزدوجة وترتبط بهذا الشكل، يعني راح تاخذ عصرة مزدوجة إلها فقط، تمام؟ وترتبط بهذه النيتروجينة بهذا الشكل. بعدين شنو اللي راح يصير عندنا؟ اللي راح يصير عندنا انه راح تفقد هذه راح تفقده هاي الهيدروجين، راح تفقده هذا الهيدروجين، راح تفقده، بتكون عندنا هذه العصرة المزدوجة. واحد وثلاثة أزول الكتروفيليك سبستيوشن، عندنا هذا التفاعل الأول اللي هو النيتريشن داخل النيتريشن اللي هو نجيب هذا الحامض
اللي هو ال HNO3 ونجيب ويا الازول 1.3 ازول. شنو راح يصير عندنا؟ راح يجينا هذا الازول او راح يجينا للازول NO2، هذه ال NO2 راح تجيني بهذا الموقع ترتبط، ارتبطت في هذا الموقع. راح نجي الى نوع ثاني من الازولات اللي هو يحتوي لي على هذا الثيافين، راح يجينا بأي موقع يرتبط؟ موقع رقم 4، راح تجيني NO2 4 أو 5 نانا بالثيافين ترتبط بخمسة. راح نجي هسه الأميدازول أربت مور رياكتيف تو نيتريشن ثيو ذين ثيازول، يعني إنه الأميدازول راح يكون عندي بعملية نيتريشن أكثر تفاعل من الثيازول. الأميدازول اللي هو هذا التفاعل مالت النيتريشن يكون عندنا موقع 4، بينما الثيازول اللي هو هذا المركب راح يكون تفاعل مالته برقم 5، لأن هذا راح تجيني الـ NO2 تصير عندي برقم 4، بينما هنا راح تجيني بيا موقع بموقع 5 تجيني الـ NO2. بينما الأوكسازول not undergo to nitration، يعني أبد ما راح تصير بأي عملية نيتريشن. نجي هسه إلى عملية الأسيليشن. هنا الواحد وثلاثة أزول not undergo Friedel-Crafts acylation، ليش ما راح تخضع له؟ because complexation between the Lewis acid catalyst and the N-deactive ethering، يعني because إنه راح يصير عندنا صعوبة يكون عندنا هذا التفاعل بين ال Lewis acid السلوك أو ال Lewis acid catalyst، يعني المحفز اللي راح الحامض اللي راح نستخدمه مع ال N-deactive ethering مع النيتروجينة اللي تكون عندي ساحبة للإلكترونات بالحلقة. هي ساحبة الإلكترونات باخذ الإلكترونات كلها، يعني ما راح تشتغل لك قاعدة، فأنا شلون راح أجيب حامض يجي يتفاعل معاها؟ أنا ما عندي إلكترونات أجي أنطيها للحامض، فبالتالي تكون خرق خاضعة لتفاعل فريدل-كرافت. شنو راح يصير عندنا؟ عندنا هنا ال pHCOCl راح يكون عندنا مركب بهذا الشكل، اللي راح يصير عندنا إنه Cl تخرج وتجيني هذا C double point أو pH شنو ترتبط بالنيتروجينة بهذا الشكل، تمام؟ ايش راح يصير عندنا هنا بهذا المركب؟ هاي الكربونه راح تفقد لها هيدروجينه، تصير عليها شحنه سالبه انه هي فقدت واحد من ارتباطاتها. راح يجيني المركب عندنا كميات اضافيه من عنده، ايضا راح تخرج السي ال وتجي ترتبط عندي هذا الجزء من المركب بهذا الشكل. بوجود ال H2O هذا المركب راح يخرج عندنا، تجيني هيدروجينه، تجيني هيدروجين، تجيني هيدروجينة اللي هنا أنا ترتبط بال HC double point O PH، تمام؟ ويبقى عندنا هذا التركيب مات المركب. هذا مداخل إن الواحد وثلاثة أزول ميتيليشن، يعني العملية اللي أجي وأدخل فيها في مركبات معينة direct دي بروتينيشن، يعني راح نسمي عملية إزالة عملية التنشيط أو إزالة التنشيط من الحلقة. إيش راح نجيب؟ راح نجيب هذه العوامل المساعدة. الشيء المهم نحفظ منها، المهم نحفظ من عندها ال ZCNL وال NPULI، هاي جدا مهم إنه نحفظها. راح تجيني هاي ال ZN تجي تخرج من هذا المكان هيدروجين وترتبط به بهذا الشكل عندنا، تمام؟ بعدين عندنا هذا المركب اللي هنا، عندنا محيط هنا حامضي، شنو راح يصير عندنا؟ راح يخرج هذا الجزء المركب وتجينا هيدروجينة تحل محله، تمام؟ هاي الـ ZnCl راح تخرج وتخرج منا عند الـ PR فيجينا هذا البارت المركب يرتبط بهذا الشكل. الـ Direct Deprotonation Oxazole Thiazole وNenkyl Amidazole occur in 2 or 5 position، يعني هاي العملية لإعادة التنشيط أو إزالة التنشيط عندنا راح تكون في موقع رقم 2 و5، هاي مهم انه نحفظها لان ممكن تجينا ترو فولس وغيرها. الميتال هالوجينيشن اكسشينج، يعني التغيرات اللي تصير عندنا بعملية الهالوجينيشن اللي راح تصير عندنا، انه هذا المركب هنا ديوكول بي اش سي او 2 اللي هو يعني هذا المركب يكون عندنا بهذا الشكل، هاي البي ار راح تخرج راح يجينا المركب يرتبط هنا بهذا الشكل. بعملية الميتاليشن فور بوزيشن كار انفلوس ويز ميتال هيدروجين اكسشينج، يعني راح يكون عندنا الفور بوزيشن هو
المكان اللي يكون عندنا نوعا ما الأفضل، يعني 1 2 3 4 هذا البوزيشن الأفضل يصير بيه التفاعل. An imidazole with acetation when position 2 equivalent of the pace required. أيضا ممكن عندنا يكون في ال 1 position ممكن إنه يصير عندنا بيه في حالة إنه ما قدرنا نسوي تفاعل بال 4. الواحد واثنين أزول thionesis of the pyrazole والإيزوأكسازول، يعني عملية التصنيع للبيرازول والإيزوأكسازول. منين نحضرها؟ من 1 و3 ديكربونيل كامبون and هيدرازين، ونجيب وياه هيدرازين، هنجيب هذا المركب اللي هو الهيدرازين ونجيب هذا المركب الثاني اللي ذكرناه فوق اللي اسمه طويل. هنا راح يصير عندنا هاي هنا الأكسجينات اثنينهم حيخرجون، ومنها راح تخرج منها هيدروجينة اثنيناتهم، ومنها هيدروجينة واحدة راح تخرج راح تبدأ ترتبط عندنا موقع بدال الأكسجينات في هذا الشكل. تمام، هذا فقط اللي صار عندنا. نجي إلى هذا المركب اللي صار عندنا إنه الـ OET كلها تخرج، ومنها راح تخرج لنا H2، وبالنهاية هاي الأس كلها تخرج، فتجي هاي الـ N تحل محل هذا المركب هنا من الأكسجين، راح تكون هاي الـ OET وهذا الـ OET راح تخرج فتتكون عندنا آخر مزدوجة. This most widely used route to pyrazole and isooctazole، يعني هم الطرق الشائعة واسعة الاستخدام أيضا في تحضير البيرازول وإيزوأكسازول. ديكربونيل كومبوند كان بي بيتا كيتو أستر، يعني بدل ديكربونيل أيضا ممكن أن نستخدم البيتا كيتو أستر بالتحضير البيتا كيتو ألديهايد. من بيتا كيتو أستر is used is formed، يعني ممكن أنه راح نستخدم بيتا كيتو أستر لتحضير البيرازول والإيزوأكسازول. نجي هنا على هذا عملية الأسيليشن. عملية الأسيليشن شلون راح تكون عندنا؟ راح نجي هنا نقول إن only unsubstituted pyrazole كان في سي كاتاليس دايركتلي، يعني بحالية البيرازول نسوي لعملية الأسيليشن نقدر نسوي لعملية الأسيليشن دايركتلي بشكل مباشر. الفيلسمير فورميشن is the product of the for formulazole is a most is the modest yield. راح نجيب هذا المركب ونجيب وياه هذه العوامل المساعدة اللي هي شنو نحفظه اللي هو PHCOCl. هذه Cl حتخرج راح تجيني هذه الكربونة ترتبط في هذا الموقع، هذا يصير عندنا التفاعل بالضبط. يعني بأي مكان راح يرتبط؟ راح يرتبط عندنا برقم 4، يعني 1 2 3 4 بهذا الموقع رقم 4. نجي هنا هذا التفاعل أيضا يصير 1 2 3 4 برقم 4. راح يجيني هنا هذا المركب اللي مهم احنا نحفظه اللي هو الـ Me2CHO. راح تجيني هذا البارت من عندي اللي هو C دبل بوينت OF وارتبط لي بهذا الموقع. الواحد واثنين أزول ميثيليشن، يعني تفاعل الميثيليشن اللي شنو راح يصير عندنا؟ راح نجيب هذه العوامل، راح نجيب دايركت ميثيليشن of the isoxazole and الإيزوثيازول. راح نستخدم بها هذه المركبات اللي هي ممكن نسوي لها عملية ميثيليشن. شنو راح يصير عندنا؟ راح نجيب هذه العوامل المساعدة بوجود الـ MEI بهذا الموقع. راح تجيني الـ MEI اللي هو يا موقع 1 2 3 4 5 رقم 5، وهنا أيضا بيا موقع صار عندنا التفاعل موقع رقم 5، هنا بوزيشن 5. لاحظ هنا بوزيشن بحالة البيرول والإيزو ثيازول راح يكون عندنا هاي العملية بيا موقع رقم 5. راح تجيني الـ ME ترتبط في موقع رقم 5 بهذا الشكل. راح تجيني هنا الـ CO2H، نعم أصلا عندي هيدروجينة، تجيني الـ CO2 ترتبط معاها فيعطيني هذا المركب أيضا برقم 5. When position of the pyrazole and pyrifram، بحالة عندي البيرازول راح يكون عندي هنا بحالة هذا التفاعل راح يكون عندي بهذا موقع رقم 1 يصير عندي التفاعل. هاي الهيدروجينة راح تخرج
هاي الهيدروجين راح تخرج فتجيني هذه النيتروجينات ارتبطة مع بعضهم البعض يتكون عندي هذا المركب. بعدين بوجود هذه العوامل المساعدة المهم احنا نحفظ هذا العامل اللي هو PHNCO راح يخرج عندنا هذا البارت وتجينا ال PHNH C double point O ترتبط عندنا بالمركب. واحد واثنين أزول ميتوليشن دايركت ميتوليشن أو ذا فور برومو بيرازول. يعني راح نجيب فور برومو بيرازول وجود هاي العوامل المساعدة شو راح يصير عندنا بالموقع رقم 5 راح يجينا الليثيوم ويرتبط به. هذه موقع 1 2 3 4 5 رقم 5 راح يجي هنا الليثيوم يرتبط بها. بعدين راح نجيب السي او 2 راح نخرج الليثيوم ويحل محله هيدروجين ويجي عند السي او 2 وصار عندي سي او 2 اتش. هنا يقول ان ات لو تمبريتشر درجه حراره منخفضه لما نجيب ان سيلفونيل فور برومو بيرازول كان اللي ليثت يعني عمليه الثاله ممكن نسوي لها وين موقع position 5 position without undergo to methyl halogenation exchange بدون ما يصير عندنا تغير بالهالوجينز. نجي على هذا السلايد الأخير اللي هو الأزول thionesis of the drug. هنا اللي هذا التفاعل مات الدراج اللي مهم عندنا جدا. شنو راح يصير عندنا ال O C O 2 pH راح تخرج فهاي الأسرة اللي راحت راح ترجع الآن تكونها كأسرة لكن ثلاثية معامل مع CF3 صارت عندنا هاي أسرة ثلاثية. هاي من أسرة ثلاثية نيتروجين ايش راح تسوي؟ راح تسوي إشارة موجبة إنه رجعت عليها أسرة. وهنا النيتروجينة فقدت إن هيدروجينة فش يصير بيها؟ صار عليها إشارة سالبة إنه فقدت ارتباط معين بيها. راح يجينا هذا المركب يجي ويريد يرتبط هنا أنا مع هذه الكربون الموجودة بهذا الموقع. شنو اللي راح يسوي؟ اللي راح يسوي انه هذه راح ينفتح عندنا بهذا الشكل، تنفتح عندنا الى أسرة مزدوجة مرتبطة بالسي اف 3 تمام، وأسرة الثالثة بالأسرة الثلاثية تكون عندنا بهذا الموقع تمام. هنا تصير عندنا فتجينا هاي الأسرة المزدوجة ترتبط بهذا الشكل وترتبط هاي الأسرة المزدوجة تجي ترتبط بالبقية وترتبط عندنا بعدين بهذا البارت اللي هي راح تترك هذا البارت وتجي ترتبط بهذا الشكل. راح تجي ترتبط بيصير هذا البارت هو الجزء الأسرة المزدوجة وهذا البارت اللي هو الجزء المرتبط هنا عندنا بالنيتروجين ومرتبط هنا عندنا بهذا البارت اللي هو هذا يعتبر مثل التفرع لها فيكون عندنا هذا التفاعل. هذا التفاعل اللي هو هذا التفاعل عندنا لتحضير هذا العلاج اللي هو سيلوكسيبول السيلوكوبس. هذا العلاج لهذا الجدل مهم. بدنا تكون ختمنا المحاضرة.